السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. معكم من مدينة قناة بروسينسي ماروك، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله هو غادي يكون أسرع فيديو غادي نوجدو، لأنه البارح تحط لي واحد الكومنتير وما بغيتش نخلي الشخص اللي خلى لي الكومنتير في حيرة من أمره، وبغيت نشرح ليه كما كيبان لكم في الكومنتير علاش الناس كيشرحوا الاسبير واغلب الناس كيشرحوا الاسبير وما كاينش اللي كيشرح الارشكام. وانت علاش خسرتي بالضبط الارشكام اللي تشرح لنا؟ قبل ما نعرفوا هادشي كامل ضروري من ناخذ بعض المعلومات. بالنسبه للوجيسيال ارشكام فهو من صنع شركه ديلكام اللي بدورها باعت اللوجيسيال في سنه 2014 لشركه اوتوديسك المعروف. شركه اوتوديسك بطبيعه الحال كلشي كيعرف انها هي الشركه الام ديال الاوتوكاد، ديال 3 ديس ماكس، ديال المايا. اما بالنسبه للوجيسيال اسبير فهو تابع لشركه فيكتريك. طبيعه الحال البرامج بجوج كما هما مشهورين متخصصين في مجال برمجه سي ان سي واستخراج جيكو. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقارنوا بين لوجيسيال اسبير واللوجيسيال ارتكام، نشوفوا نقاط القوه ونقاط الضعف في كل برنامج ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو غادي نقسمو هاد المقارنه لثلاثه ديال الاجزاء. غادي نديرو مقارنه من الجانب التقني، من الجانب الفني، وحتى من الجانب المادي. بالنسبه للجانب الفني فاحنا كنعرفوا بان الناس كيميلوا للشيء كيكون سهل في الاستعمال ديالو، فاللوجيسيال اسبير سهل في الاستعمال ديالو، يمكن او اي واحد يتعلم ليه. ولكن ما نساوش انه الحاجه اللي كتكون سهله كتكون محدوده، بالاضافه الى ان اللوجيسيال اسبير كيتضمن فقط تقريبا 35% من الامكانيات اللي ممكن انه يعطيهم لنا اللوجيسيال ارتكام. مثلا كالعمل او صنع مجوهرات فهو ما كاينش في الاسبير، كانك تدخل واحد ليماج وتخدم عليها وتراسي فوق منها او تستخرج منها الرولييف، فهادشي ما كيتوفرش في اللوجيسيال اسبير. اما بالنسبه للجانب المادي فكما سبق لنا وقلنا ان اللوجيسيال اسبير متوفر في اي موقع، بينما اللوجيسيال ارتكام اما تشريه بلا ليسونس اما تشريه بالكراك. اما باش تقلب عليه في لي سيت ويب او في بعض المواقع فانت كتضيع غير الوقت ديالك وغادي تدخلو غادي تضرب به شهر، اما غيختفي من الاورديناتور اما غادي يطلب لك لا ليسونس. فبالتالي الناس كيميلوا دائما للحاجه اللي متوفره ورخيصه. انسان كيفضل كيدخل للدومين كيفضل انه يتريشارجي اسبير موجود في مكان، ولكن ما كيردش البال انه غيبقى محدود قطع نقش حفر 3D. غادي نخلي لكم الرقم ديال السيد كيبيع على لوجيسيال اون فوا تقول لي جينا من قراش بروسيس ماروك. راه الا كان الارتكام بالسيريال ديالو كيدير تقريبا ديك 85 دولار في علي بابا، غادي يقدر هو يخلي لكم 25 دولار حتى 30 دولار. الا كان بغيتوه غير بالكراك، الكراك راه كيبقى عندك مدى الحياه، انا هادشي اللي كنفضل. راه يقدر الا كان مثلا ديك 80 90 70 درهم راه يقدر يخلي لكم غير 25 درهم 20 درهم. انا نخلي لكم تعليق في اول تعليق معلق. اما بالنسبه للمستوى التقني فهادشي اللي غنشوفو ان شاء الله في هاد لا فيديو. غادي نحلو لوجيسيال فيكتريك اسبير على اليسار وغنحلو لوجيسيال ارتكام على اليمين، وغنديرو نفس الشيء في الارتكام نفس الشيء في الاسبير، وهكذا غادي نخرج بواحد الخلاصه في الاخر ديال الفيديو. ما تنساش الا عجبك الفيديو تدخل دابا تشترك في القناه، تخلي جيم، تخلي كومونتير، تبارطاجي مع صحابك. هادشي كيشجعنا ان احنا نبقاو دائما نحطو فيديوهات تعليميه تفيد الناس اللي باغا تتعلم، وتفيد حتى الناس اللي ديجا عندهم لا ماشين كيحركوا في بعض المواد او بعض الخامات او بعض لي فيشي. بسم الله نبداو. اول حاجه غادي نديرو نحلو الاسبير في نفس الوقت نحلو الارتكام ونقارنوهم في السرعه. اول حاجه الاسبير كيتحل بسرعه كبر من الارتكام، هذه ميزه زوينه في الاسبير. نجيو غادي نشوفو الانترفاس ديال نوفو فيشي. هنا كيعطيك لوجيسيال ارتكام واحد الواجهه اللي كتبان بسيطه جدا، كيعطيك لا هوتور لا لارجور لا ريزوليسيون لا لويتي باش نخدمو واش المليمتر ولا البوس، مقارنه مع الاسبير اللي كيبان واحد شويه معقد في البدايه ديالو. المهم هنا غنديرو 3 على متر ونص اوكي، و هنا غنديرو 3 على متر ونص اوكي. هنا باش نعطيو كل لوجيسيال حقه وما نظلمو حتى شي واحد غادي نكبرو الشاشه هنا ونكبرو الشاشه في الاسبير. انجي غادي نشوفو غادي نلقاو انه لوجيسيال اسبير او عفوا الارتكام عنده واحد الواجهه بهذا الشكل، واللوجيسيال اسبير عنده الواجهه بهذا الشكل اللي هي نوعا ما كلاسيكيه مقارنه مع الارتكام. بالمناسبه لوجيسيال ارتكام كيعطيك باش هذه اجمل ميزه كتعني الارتكام، يمكن ليا نرجع للموديل الكلاسيك اللي كاين اللي هو الاصل ديال الاسبير.
يعني هذا الموديل اللي كاين ديال الاسبير ديال الانترفاس ممكن انا بضغطه واحده نرجع ليه في الارت كام. غنرجع دابا خدام بحال خدام في الاسبير، يعني الانسان اللي كيعرف اسبير غيجي يسال يخدم في الارت كام من واحد ناحيه الانترفاس، ولكن اللي مولف الارت كام غيجي شويه بحال رجع واحد السنوات الى الخلف مع هذا الانترفاس ديال الاسبير. والجميل في الامر انه الارت كام كيخول لك انك تاخد ثلاثه ديال لي ديسبوزيسيون، كاين ستوندار افونسي كلاسيك. حنا غادي نديرو وحده انا ديجا موجوده هنا بامكانك في الارت كام. هادشي اللي عاجبني بزاف في الارت كام انك كتحط داكشي كيما بغيتي. انا مثلا ديجا مصوب واحد لا ديسبوزيسيون مسميها سولفي، حاط فيها داكشي كيما بغيت. بغيت دير ديسان هنا، بغيت دير الرولييف هنا، بغيت دير ديفورماسيون ديال الرولييف هنايا، بغيت ديال اي حاجه بغيتها حاطها كيما بغيت باش يولي عندي ليكرون عامر. مقارنه مع الاسبير انا كيبان لي هذه نقطه محسوبه لوجيسيال ارت كام. بطبيعه الحال الشرح اللي غادي نعطي اليوم ديال هذه المقارنه راه الا بغيت نتعمق فيه بزاف راه خصني اكثر من ثلاثه الحلقات. انا غادي نحاول نسرع وناخذ واحد نعطيكم واحد الفكره في فيديو ديال 12 13 15 دقيقه كحد اقصى. نجيو هنا مثلا غادي نرسموا واحد السيركل ولا ناخذ ريكتانجل اي فورما في الاسبير. هنا الملاحظه اللي لاحظت في الاسبير انه متاخر بزاف على الارت كام هو شويه كيفرض عليك شي اوامر. مثلا هنا الا بغيت انا هذا الريكتانجل نشدو نحركو هنا خاصني الا درت كليك كيسيليكسيونها كليك عاد يمكن لي نحركو. مقارنه مع الارت كام، الارت كام مثلا جيت هنا درت واحد الريكتانجل اون فوا غادي نكليكي عليه بامكاني نهزو. الاسبير لا، الاسبير خاصني كليكي عليه الا دابا جريتو ما غايتجرش ما كيتجرش، دونك خصني نكليكي عليه ونعاود نكليكي عليه عاد نجرو. هادشي اللي كيضيع عليا بزاف ديال الوقت. في الارت كام هاد الريكتانجل ولا هاد الكاري اللي سيليكسيونيت اون فوا كليكي على تي طلع ليا واحد لا باليت دوتي فيها ترانسفورماسيون العرض على الطول نتحكم فيه كما بغيت نزيد او نقص. في نفس الوقت فيها البوزيسيونمون، فيها الديبلاسمون، فيها الروتاسيون، فيها اي حاجه كتعلق بهذا الفيكتور. بارابور لوجيسيل اسبير الا بغيت نزيد في الحجم ديالو خصني ندخل لهادي، ولكن هادي عفوا الا بغيت ندير ليه ديبلاسمون، ولكن الا بغيت نزيد ديال الحجم خصني نخرج من هذيك وندخل لهادي. الشيء اللي كيخليك معنك شويه في الخدمه. لوجيسيل ارت كام كتجي مباشره كيعطيك في باليت وحده ترانسفورماسيون ديبلاسمون روتاسيون سيزيمو، ولكن في هنا في الاسبير خاصك ضروري الا بغيتي ديبلاسي جيت كليكي على هنا، ولا بغيتي ديفورمي جيت كليكي عليه. هذه ميزه لصالح لوجيسيل ارت كام. كاينه واحد ملاحظه اخرى، كاينه واحد النقطه زوينه في الاسبير لانه بامكانك انك لا سيليكسيونيتي من اليمين لليسار كيتسيليكسيونا كلشي واخا تشد غير من هنا لهنا كاينش المشكل. الشيء اللي ما كاينش في الارت كام، اما الا سيليكسيونيتي من اليسار لليمين فضروري خاصك تجمع الفيكتور كامل وسط الريكتانجل ديال لا سيليكسيون. هادشي لصالح اللوجيسيال اسبير، اما بالنسبه للارت كام ما فيش هاد لوبسيون. الارت كام خاصك تسيليكسيوني الفيكتور كامل من برا لبرا. بالنسبه للوجيسيال اسبير اللي ما عجبنيش فيه واللي كيعقد عليا الامور هو انه خصك تخرج من شنو هي ديسان موديليزاسيون كليب ارت شنو هي الكوش بحال قلتي كالك. اللوجيسيال ارت كام ما فيش كاع هادشي، يعني كتجي اوتوماتيك من هنا كيطلعوا لك كاع لي زوبسيون اللي تحتاج. ها لي كالك، ها البيت مابس، ها الرولييف ديال لا 3D، كلشي كاين هنا. ها الباركور دوشي اللي غادي نصوبوه واش 2D ولا 3D، يعني كلشي كاين في بلاصه وحده ما كتبقاش تنتقل من بلاصه لبلاصه، عكس الشيء اللي كاين في لوجيسيال اسبير. الشيء اللي كيوفر عليا بزاف ديال الوقت. حاجه اخرى ما تكلمناش عليها في الانترفاس ديال الاسبير كما كنا قلنا او الاسباير، هنا بامكاني نرجع ليه كنا قلنا في الاول نقدر نرجع للكلاسيك. ولكن اون فوا نرجع للكلاسيك كتبان لكم واحد المساله اللي ما هضرت لكم عليها في الاول، هي هاد لي زوبسيون اللي كاين هنا ما كاينينش في الاسبير. يعني باش نجيب ايماج نخرج من الريليف، باش نخدم بالفوبا لازير من لوجيسيال ارت كام مباشره بلا ما نحول من لوجيسيال لوجيسيال باش نلوحو في الماشين ديال لازير، يمكن هنا نخدم الخدمه ديال لي بيجوتري الناس ديال الذهبيه. كاينه واحد النقطه اخرى محسوبه اللوجيسيال ارت كام وهي ديال كيفاش نقدر نصوب راكورسي. نجينا فنادر باغ دوشي اف ان تراكروشي، نجي انا كليكيت على شي حاجه غادي طير ما غاديش تبقى محطوطه عندي هنايا كاع.
ما تبقاش غادا طير. دونك انا ما عنديش غرض بهذا الشيء، غادي نجي باغدو شي فانيل خاكروشي بيرسوناليزي كيبورد اللي هي الكلافيي. نجي مثلا انا هنا بغيت مثلا فيكتور، بالعوض غنبقى نجي نكليكي على ميغوار، غنجي فيكتور نقلب على حرف ام ا بي سي دي او اف جي اتش كي ال ام، واخا نقلب على ام ميغوار مثلا. هاد ميغوار باش مابقاش انا نجي نكليكي هنا، بغيت نصوب لا راكورسي غنجي هنا ديجا انا عطيها كونترول شيفت ام. نجيو مثلا لشي وحده اخرى مثلا 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 ريكتونغل، بلاص ما نجي هنا نبقى نصوب ريكتونغل نجي هنا ندير كونترول شيفت ونعطي اي رقم بغيت، مثلا ريكتونغل كتب ار بلا ار، غيقول لي هنا لا راك ديرها لاجوستي ريزوليسيون اللي كاينه هنايا موديل هايا انا ديجا عطاها لها. دونك ما نقدرش نخدم بها، غادي نجي غنبدل الار ندير كونترول شيفت مثلا اف، غيقول لها انا سايند يعني ما عطيت حتى شي راكورسي بهاد العلامه اللي هنا. نجي هنا غادي ندير لها اساين اتولي عندي نخرج بلاص ما غادي نبقى انا مثلا هاد فيكتور ندير ليه ميغوار ونحاولو ليمن، غنجي غندير كونترول شيفت ام طلع ليا ميغوار، كونترول شيفت اف اللي هي صوبنا هي ريكتونغل، كونترول شيفت او دكتور فيكتور، كونترول شيفت تي كونترول شيفت بي كونترول شيفت اس، يعني بامكاني نصوب اي راكورسي كيما بغيت باش نوفر عليا الوقت ديال العمل. الشيء اللي محسوب اللوجيسيال ارتكام، ما محسوبش اللوجيسيال اسبير حيت ما فيش هاد لوبسيون. بالنسبه لهاد الباليت اللي كاينه ديال لا 3 دي فتقريبا مشابهه لفين كاينه لوتي دو موديليزاسيون ديال الاسبير، يعني متشابه كطلع فيكتور تهبطو تلي دليه ليساج تشونجي كيقدر لك نطالع تلي الانفيرس يولي هابط، يعني نفس الشيء كاين في الارتكام ما كاينش تقريبا شي اختلاف. كاينه نقطه اخرى سلبيه في الاسبير، مثلا عند هاد الفيكتور وهاد الفيكتور بغيت نقطعهم، هنا في الاسبير خاصك ضروري تجي وتعزل الكونت اللي بغيتي تقطع مثلا عندك بزاف، مثلا ملي كتكون عندك زوار بلدية ولا شي حاجة اللي ترو شارجي خاصك تبقى تقطع كل كونت بكونت عكس الارتكام. فالارتكام كتجي كتحط فيكتور على فيكتور، مثلا بغيت تقطع هاد على هذا كتجي هنا كتورك على هاد لوبسيون صافي كيولي هدا بوحدو هدا بوحدو هدا بوحدو، شي اللي كيوفر الخدمه. مثلا عندك هنا بزاف ديال لي فيكتور، حنا غادي نحاولوا ندوبليكيو بزاف باش نفهموا المغزى من لوبسيون سيكسيون هادشي كامل. غنكليكي على هاد لوبسيون غيولي عندي هذا طرف بوحدو هذا طرف بوحدو هذا طرف بوحدو هذا بوحدو، كل واحد هنا كيولي عندنا بوحدو. حاجه اخرى عاوتاني اللي في لوجيسيال اسبير، انك ملي كتجي هنا وكدير كوريجي لي فيكتور وكدير ريشيرش، اون فوا كدير فيرمي كيمشيو لك لي بوين اللي فيهم المشاكل عكس الارتكام. فالارتكام اللي كتجيو كتسيليكسيوني وكدير دكتور فيكتور ريشيرش لي ايدونتيفي، ملي كتبغي تخرج تيقول لك واش بغيتي نخلي لك هذوك العلامات فيك المشكل اولا لا، باش تخدم على راحتك واش تبقاش طالع لك الباليت كتقول ليه وي تيخليهم لك. كاينه واحد لوبسيون اخرى اللي ما كايناش في الاسبير واللي مهمه جدا، مثلا واحد الكليان صيفط لك واحد فيكتور او انت كنتي خدام في واحد الخدمه وفي الاخر اكتشفتي ان داك السيركل اللي انت خدام عليه ماشي سيركل بارفي او بغيتيهم يكونوا كاري مثلا، وعندك اكثر من 40000 فيكتور بحال هكا. هنا كاينه واحد لوبسيون اللي سميتها كونفيرتير لي فيكتور او فورم ريغولير، كاينه فيكتور كونفيرتير كونفيرتير هايا اون فورم ريغولير، كتكليكي عليها كتقول ليه يكونفيرتيها لك او سيركل كيولي سيركل بارفي عرض مقاد مع الطول، او كدير ريكتونغل كيحولهم لك مباشره، الشيء اللي ما كاينش في الاسبير نهائيا. وهذا الشيء بطبيعه الحال كيوفر واحد الوقت كبير، خاصه دابا انا عاش كندوي كندوي على الناس اللي كيخدم الومنيوم العود لا ليكوبون كيخدم فوركس كيخدم نيلون كيخدم بعض المرات تحديد الرقيق الكالفانيز الرقيق لينوكس الرقيق كيخدم القبص كيخدم يعني اي خامه. هاد الشخص اللي كيخدم هادشي كامل خاصو يكون خدام في واحد لوجيسيال متكامل وشامل، مايمكنش اللي يخدم في واحد لوجيسيال اللي هادي فيه هادي ما فيهش. يعني الارتكام برو هو احسن لوجيسيال ممكن يخدم فيه شي واحد وما يلقاش المشاكل. زيد على هادشي كامل اصدار اللي حنا خدامين عليه في ارتكام هو 2012، هادشي غير 2012، انا ما كنبغيش نخدم في 2018 لان الاوتوكاد عفوا
الارت كام تباع في سنة 2014، تباع الاوتو ديسك، باعته الشركة ديل كام، باعته الاوتو ديسك تقريبا شي 280 مليون ديال الدولار. المهم ما علينا، ملي باعته اليوم داروا واحد الاصدار زايدين فيها بزاف ديال لي زوبسيون، ولكن فيه الاشكال. الاشكال هو التحديث الاخر ديالو 2018، ملي كتكون طارق كونيكسيون وما عندكش لا ليسونس او غير مكراكي، كيقدر شي نهار كيخصك ضروري تخدم فواحد واحد واحد البوست اللي ما كيتكونيكطاش بالانترنيت. 2012 تكونيكطا ما تكونيكطاش بحال بحال، داكشي علاش انا كنفضل 2012 البساطه ديالو والكفاءه ديالو. بالنسبه للباركور دوتي، نحاول نقارنو مع لوجيسيال ارتكام، نحاول نفيكسي باش مابقاش يتحرك لهنا لهنا، ماشي بان لينا هنا كيف كنشوفو. ما عرفتش شنو كيبان لكم، ولكن انا كيبان ليا هاد الالوان ما مناسبينيش على العمل ديالي، واخا انا راه كنخدم بهم جوج، عندي بجوج بهم في البيسي، ولكن هنا في الارتكام كلشي واضح. هنا كاين اللي فيشي، ملي كنكمل فيشي واش نصيفطو ولا نموديفيي ولا نشونجي لا بارت لي زوتي، واش نطلع فوق من البومبي. هنا كاين لي باركور دوشي دو ديك اللي بغيت، واش نقطع او نخدم نخوي كتسمى لي فيداج او الفي بيت كارفين او البيرساج. هاو هنا الشيء اللي هنا شويه ما واضحش مزيان، ما بين لي لوغو داكشي هنا، علاش شي مزيان غادي يبان لك، كاين غير يعني ما عرفتش شنو كيبان لكم. انا كيبان لي هنا داكشي مفصل ومقسم احسن. هنا كاين لا 3 دي بوحدها، هنا كاين ملي كنكمل ملي كنصوب باركور دوتي كندلي سيميلاسيون، يعني هنا كيبان لي كل حاجه مقصله بوحدها. بغيت دو دي كنمشي ديريكت هنا وكنقلب شنو بغيت، 3 دي هنا كنمشي وكنقلب شنو بغيت. هنا كيبان لي داكشي مخلط مع بعضياته، ما منظمش. هذا هو اللي بان لي كملاحظه. هنا كامل اللي كتشوفوا فيه هنا كله كاين في الارت كان في قنت واحد، كلشي اون فاس معاك. انا كنخلي هذيك تبقى تبان، هنا كلشي قدامي. كنجي لهذيك كيخرج ليا لي كالك، كيخرج ليا البيت مابس، كيخرج ليا كليب ارت، فوي باركور دوتي، دو دي، 3 دي، كلشي خارج ليا هنا. دونك انا كنشوف انه الارت كام تقريبا اكثر الميزات بديهم الارت كام، من غير السرعه ديالو، من غير ملي كنبغيو نديرو لا 3 دي سيميلاسيون كيفاش كتبان، يعني كتبان بيرفكت. عاد ملي كنجيو نقولو على الخدمه ديال التعيبيه هنايا، راه شي حاجه ما كايناش في الاسبير. يعني انا عطيت الراي ديالي، كيبان ليا الارت كام احسن لوجيسيال ممكن يخدم به الشخص. كنظن ان الامور باينه واضحه، اللي بغى يخدم في الاسبير راه بامكانه يتعلم ليه ويخدم، اللي بغى يتعلم في البروغرام ديال الارت كام راه غادي يكون عنده واحد المجال كبير فين يقدر يتعلم. فالاسبير كما كنقولوا مثلا ايفون 12 نقدر نقول عليه هو الاسبير، الايفون 12 برو ماكس نقدر نقول عليه هو الارت كام، لانك ما كتبقاش محدود وعندك شي امكانيات اللي ما كاينينش في عفوا في الاسبير. هذا ما كان في هذا الفيديو، انا الراي ديالي هو اللي عطيت، والناس كتختلف، كاين اللي باغي يبقى يخدم غير شي حوايج، كاين اللي باغي شي مسائل يوفروا عليه، حيت كاين مثلا الناس اللي خدامين غير في العود، كينقش غير العود، كيعرف غير العود. دخلتوا هنايا اليوتيوب غتقلبوا عليهم غتلقى واحد كيشرح الاسبير بلا ما نذكر اسماء، كيخدم غير العود، كيقول لك انا 3 دي ما كنعرفش. لا دونك كوكا كيخدم مثلا 3 دي غادي يكون عنده الارت كام، ما نظنش غادي يكون عنده الاسبير. علاش؟ لانه غير لقى راسو محطوط في 3 دي وداك الشيء ما ثقيل وما كايناش المكتبه ديال لي ريليف في الاسبير. في الارت كام كاين هذيك كما ثقلت عليكم الوقت هو ما كفاش، اما كون راه بحال هادشي كيخصك تفسر فيه بزاف وتقارن بزاف ديال الحوايج. المهم فهادشي كامل هو انا عطيت الراي ديالي في الارت كام، والانسان كيشوف شنو اللي غادي يسلكو وشنو اللي غادي يتعامل به. الفيديو ديال اليوم سهلة، نتمنى الى عجبكم الفيديو، ما تنساوناش بالبارتاج وبالجيم وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.